painted flowers. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل بس؟ شعبان! يا شعبان! شعبان! يا شعبان! شعبان! انت يا جدع انت! شعبان! يا شعبان! تعال هنا! ايوه يا بيه. ايوه ايه، انت ما سمعتش صوت الصرخه اللي جاي من الفيلا اللي جنبينا دي؟ سمعته يا بيه. سمعته يا بيه وعادي كده؟ عادي. احنا هنهزر؟ ما تروح تشوف ايه، ممكن يبقى فيه كارثه ولا مصيبه فوق. ولا كارثه ولا حاجه، دي الست شروق بتحلم. شروق؟ شروق مين؟ جارة حضرتك في الفيلا مدام شروق. بصراحه انا مش عارف اذا كانت مدام ولا انسه، بس هي كل ليله على كده، تصحى في عز النوم تصرخ. اول مره اتخضيت زي حضرتك كده وقلت في جريمه في جريمه، بس ما طلعش في جريمه، طلعت ست مسكينه. معلش بكره تتعود على كده. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده شعبان؟ ايوه يا عزت بيه. عزت بيه مين يا ابني؟ انا اسمي دكتور عز. ما انا كمان ما اسميش شعبان، اسمي رمضان. انت بتردها لي يعني؟ ايوه. طيب ماشي، قلت لي بقى انت منين؟ انا من بني سويف. اجدع ناس. ماشي يا ابو صيام، يعني اطمن يعني؟ اطمن يا بيه وعيش حياتك في السليم، انا هنا الامن. ماشي يلا تصبح على خير. انت من اهله يا بيه. صباح الخير. ابتدينا العقد بقى. ويلكم تو كايرو. أمينة! أمينة! يا ست شروق، مين المخلوق اللي جه ساكن جنبنا ده؟ والله العظيم ما أعرف، ده جه امبارح، ولا حتى الواد خضر الخايب ده يعرف. تعرفي مين الوحيد اللي يعرف؟ رمضان، عشان هو اللي مسكنه. الخنقة دي يا ربي. بقول لك ايه، كلمي لي عم رزق الجناين دلوقتي حالا، قولي له يجيب لي زرع ويقفل بيه اي زاويه ممكن المخلوق ده يشوفني منها، فاهمه؟ ايوه فاهم، بس عم رزق ست شروق مشوه، اللي قال لي كده رمضان. حتى لو كانوا مشوه اكيد جابوا حد تاني بداله، وحتى لو ما جابوش كلمي لي خضر يجي يحل لي المشكله دي دلوقتي حالا. حاضر. الموضوع ده لازم يتحل النهارده قبل بكره. هدي روحي. اتفضلي. حاضر يا خضر. معلش يا اوسكار، مش هنقدر نلعب دلوقتي، اديك شايف المصيبه اللي انا فيها. ده جار جديد، معرفش بقى مأجر ولا تمليك، دي تبقى مصيبه لو كانت تمليك. ايه يا علي؟
بقول لك ايه، انا عايز يا عم قول صباح الخير. صباح الخير طبعا. انا عايز اشتري عربيه. وماله؟ عايزك تعدي عليا النهارده كده بقى ايه عشان نخلص الموضوع ده. ما انت اشتريتني يا سيدي. ده بالمناسبه، ده انا كده يعني بنقذك بدل ما انا مشحططك كده معايا طول الوقت. طيب يا اخويا ماشي. تعدي عليا امتى؟ زي ما انت عايز. اقولها كيف دي يا ست شروق؟ هتقولها له زي ما بقولها لك. من فضلك ما تبصش على جيرانك تاني، سهله قوي على فكره. ايوه انا، ما هي سهله يعني وانت بتقوليها لي، لكن لما اجي اقول له الكلام اللي انت بتقوليه ده هبقى محرج لمؤاخذه. طب اسمع بقى يا جدع، انت لو ما كنتش تروح تقول المخلوق ده الكلمتين اللي انا بقولهم لك هروح اقول لهم في الكومباوندر انت اللي كسرت اليافطه. يا هاني، ما انت عارف ان انا كسرت اليافطه دي عشان كنت بجيب الكوره بتاعت استاذ اوسكار. اسمه اوسكار. وبعدين انا ماليش دعوه، انا قلت لك هات الكوره، ما قلتلكش اكسر اليافطه. انت اللي طلعت عليها زي البجم. حاضر يا هاني، هروح اقول له. ايوه كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مالي ومال الكلام الماسق ده؟ أقولها كيف دي؟ أنا محرج. يلا أنا مالي، ما على الرسول إلا البلاغ. ما على حسب أنت يا عز بقى، عايز تسوق إيه؟ عايز تسوق عربية عالية، عربية عادية، يعني زي ما أنت عايز. طب بقول لك إيه يا علي، هكلمك تاني. سلام. أيوه. صباح الخير يا بيه. صباح النور. معاك خضر، فرض الأمن المسؤول عن الشارع ده. عارف. خير فيه؟ والله يا بيه أنا محرج يعني منك، في إحراج وخلق دايرة شوية. بسرعة بس علشان نعيش على النار. طيب، يعني حضرتك تعرف طبعًا إن ما على الرسول إلا البلاغ، ونقل الكفر ليس بكفر. يا ده إيه الفصاحة دي كلها؟ خير فيه؟ الست شروق جارتك. مالها؟ بتقول لك ما تبصش عليها تاني وتاخد بالك من الحكاية دي. والله يا دكتور انا اسف، يعني هي اللي قلت لي اقول لك كده، بس يعني كان لازم اقول لك عشان جبل ونزاح. بص يا خضر، بلغ جارتنا قول لها ان دكتور عز بيتاسف جدا، وان اللي حصل ده كان موقف عفوي يعني مش مقصود، وان ده مش هيتكرر تاني، وعمري ما هزعجها. والله يا دكتور انت راجل محترم يعني وقلبك ابيض، ويعني انا اسف ان انا كنت قلت لك كده، وعارف ان انت هتسامحني على الكلام اللي قلته. شكرا. لان هي لو ما كانتش قالت الكلام ده انا ما كنتش قلته. يلا يا دكتور، سلام. دكتور عز، انت اكيد ابتديت ترصد حاله عدم وعي معظم المصريين بماهيه الفكر الليبرالي، ويمكن التحفظ هنا ان الليبراليه فكر غربي لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا في المجتمعات الشرقيه المحافظه. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ خلينا نقول تعريف بسيط بس عن الليبراليه. الليبراليه يعني الحريه، وهنا طبعا انا ما بقصدش الحريه بشكل مطلق، لان حريه الفرد تتوقف عند حريه الاخر وخصوصيته وعدم الاضرار بيه. مفهوم. لكن الحرية والليبرالية في أوروبا بتسمح بأمور إحنا كمجتمعات شرقية ما بنقدرش نتقبلها. يعني أنا بشوف إن الليبرالية بتتفاعل مع المجتمع اللي بتظهر فيه. اقلب. الليبرالية. استنى استنى، ارجعي. لاحظنا إن صفحتك على الفيسبوك بقى ليها متابعين ومعجبين كتير جدا، مع إنك نازل مصر بقالك فترة قريبة جدا. يا ترى ده من وانت في ايطاليا ولا لما جيت هنا؟ انا اجتماعي جدا وبحب اتفاعل مع الناس، وصفحتي على الفيسبوك والاكونت بتاعي على تويتر بيحظى بنسبه متابعه كبيره جدا. طيب جميل، لان جمهورنا لما عرف ان احنا هنستضيفك سالنا اسئله كتير جدا على صفحه البرنامج، بس الحقيقه اغلبها اسئله شخصيه. بس ست شروق، مش ده الراجل جارنا؟ بس انا ما عنديش اسرار، وزي ما بيقولوا كده. شوفي شوفي والنبي حلو ازاي؟ ايه الادب بتاعتك دي؟ الحمد لله، لان اغلب الاسئله كانت بتتكلم عن حالتك الاجتماعيه. انا اعزب ولم اتزوج من قبل. يا ترى ده بسبب انشغالك بقضاياك السياسيه؟ لا ابدا، انا بس عشان لسه ما لقيتش الانسانه المناسبه. بس راحت ربنا تتقال يعني شكله راجل ذوق. شفتي الرد اللي بعته لنا مع خضر؟
وكمان باين عليه راجل مهم، ده بيطلع في التلفزيون. احنا كلنا موجودين في حق، كلهم بقوا بيطلعوا في التلفزيون دلوقتي، وبتتعامل وفق قواعده وقوانينه واخلاقه واعرافه. يعني مفيش حاجه في الدنيا مطلقه. يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده يا ست شروق؟ مصر بلد عظيمه يعني، واحنا كلنا مهملين في حقها كافراد. ما تسكت شويه، انت مش تفهمي حاجه اصلا. مش عايز بس يجي اليوم اللي نقول فيه ان احنا عايشين على ارض ما نستحقهاش، علشان احنا شعب عظيم نستاهل نعيش في الارض العظيمه دي. بس بتهيألي لازم نبرهن ونثبت ده بقى، ولا ايه؟ ليك حق طبعا. رمضان تعال. ايوه عز بيه. ايه اخبارك ايه؟ تمام والله يا عز بيه. تعرف حضرتك ان انا بكلم الناس في البلد وبقول لهم ان انا بشوفك كل يوم، ما بيبقاش مصدقين. بيقولوا لك ايه بقى؟ عايز الحق؟ اه طبعا. في ناس بتحبك موت، وفي ناس نفسها تطخك بالنار. يا ساتر يا رب، ليه كده بس؟ ما هو صوابعك مش زي بعضيها يا عز بيه. عندك حق برضه. عندك جارتنا ايه؟ ما بتطقش تبص في وشي. الست شروق؟ هو في غيرها؟ الست شروق دي اصلا ما تفهم لهاش، يوم تبقى حزينه ويوم تبقى فرحانه، يوم تتكلم كويس ويوم تتكلم زي القطران، بس هي ست طيبه. قول لي يا رمضان، هي ايه اكتر حاجه شروق دي بتحبها وبتهتم بيها؟ الكلب. سي اوسكار الكلب دي اكتر حاجه بتحبها في حياتها، وبعدين هي موصياني اجيب لها انت عشان عايزه اتجوزه. كلب؟ كلبه. كلب ولا كلبه مش هتفرق. اللي اعرفه ان انت ما بتحبش الكلاب وما بتقومش تخاف منهم اصلا. لا كان زمان الكلام ده، دلوقتي خلاص عادي. هو ده هتعمل بيه ايه ده؟ حراسه. حراسه ايه بس؟ انت بتقولي عايز جولدن ريتريفر. جولدن ملوش في الحراسه اصلا. بقول لك ايه؟ انا عايز النهارده وخلاص. ماشي انت حر. عموما انا عندي واحد صاحبي عنده كلبه لسه مخلفه. لا 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 والده ايه؟ انا عايز كلب ما يقلش عمره عن سنه كده. يا حبيبي سنة ايه؟ ما ينفعش، لازم يبقى الكلب صغير كده عشان تعرف تربيه وتتعامل معاه. ما تدوشنيش بقى، انا عايز كلب جولدن ريتريفر ما يقلش عمرها عن سنة. هتعرف تجيبها لي ولا لا؟ الحكاية دي بقى فيها ايه ده؟ في ايه؟ انت بتضحك؟ دي جارتي وبتحلم. جارتك وبتحلم؟ اه، ما كل يوم في الوقت ده بتبقى نايمة وبتصحى تصرخ. فسألت ايه ده؟ قالوا لي ده كابوس بيجي لها كل يوم. وهي اللي قالت لك؟ هي دي ايه؟ لحد دلوقتي ما بتبصش في وشي. الأمن هو اللي حكالي. اه وحلوة بقى على كده؟ هي حلوة اه، بس مش ده اللي لفت نظري. هي كلها على بعضها كده غريبة. حضرتك كتير قوي في التلفزيون، حضرتك زي العسل والله. أشكرك. قال لك الكلبة بتاعت حضرتك دي اسمها إيه؟ دولشي. اه دولشي الجيلاتي يعني؟ لا دولشي يعني حاجة حلوة بالإيطالي. اه طب ست دولشي دي اخر مره جت لها كانت امتى؟ هي مين دي؟ دي الكسوف. طب اقول له ازاي ده؟
بصراحة مش عارف آخر مرة كان إمتى، بس كل المتأكد منه إن هي عايزة تتجوز. حس كده بقى، ناخدها الفيلا عندنا يومين وهي بالمرة تولف على سي أوسكار، ونشوف بقى إذا كانت في وقت جواز ولا لأ، هيبان يعني. لا بس أنا شايف الصح يعني إنه الكلب هو اللي يروح لهناك يعني، عشان ما تبقاش خايفة وكده. هي دي مش أول مرة يا دكتور؟ آه طبعًا أول مرة، كلبة محترمة جدًا. وأنتش فاهمك أنت، يعني ست شروق عمرها ما تستغنى عن سي أوسكار مهما حصل. طب لو سمحتي ممكن تنادي لي صاحبة الكلب؟ حاضر. هو في إيه يا حضرتك بالظبط؟ هو معنى إن حضرتك طلعت في كام برنامج وجورنال ده يديك الحق إنك تتطفل على الناس؟ ممكن أعرف أنت بتعمل إيه في جنينتي؟ أنا آسف يعني، بس أنا ما دخلتش هنا لوحدي، دي الأنسة هي اللي أنا يا ست شروق، أنا اللي قلت له يتفضل عندنا. وده على أساس إيه؟ على أساس نجوز الكلبة بتاعته لسي أوسكار ونفرح كلنا. أنا آسف، واضح إني أزعجتك، بعد إذنك. استنى لو سمحت. أنا آسفة لو كنت اتعصبت عليك، بس بصراحة استغربت من وجودك جوه الفيلا. لا عندك حق طبعًا، أكيد ما تعرفيش أنا هنا ليه. عمومًا أنا موضوع جواز أوسكار ده أجلته شوية، وأول ما أقرر إن أنا أعمل القصة دي أكيد هبلغك. وآسفة مرة تانية على طريقتي معاك. ولا يهمك، حصل خير. هو انت بتبصلي كده ليه؟ عايز تقولي حاجه؟ عارفه لما تشوفي حد ويبقى في دماغك مليون سؤال عايزه تساليه؟ لا مش عارفه، ويستحسن انت ما تسالنيش اي حاجه لان انا مش مضطره اجاوبك. طب هو سؤال واحد بس، انت حابه تعرفيني ولا عايزه تكملي كده؟ بص يا استاذ، هو انا حاجه كده معرفش اسمها ايه، تقدر تقول عليها رخمه، انطوائيه، دم تقيل، اي حاجه. المهم انا مش عايزه اتعامل مع حد، عايزه افضل عايشه لوحدي. الموضوع مش شخصي يعني. بس احنا جيران يعني، ممكن اصبح عليكي اقول لك صباح الخير، تصبحي على خير كده يعني، لو مش هزعجك. عموما لو جت على صباح الخير ومساء الخير مفيش مشكله، بس صدقني مش هيبقى اكتر من كده. اسف مره تانيه على ازعاجك، بعد اذنك. خير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. على فكرة دي تالت مرة تقول لي مساء الخير. تصبح على خير. شكرا يا ستر. العفو يا بيه، على ايه؟ انا عناية ليك. هو حضرتك مسافر ليه يا دكتور؟ اه سفريه مفاجاه، يومين كده وراجع. بقول لك ايه، ما شفتش شروق هانم النهارده الصبح؟ لا والله يا بيه، متهيألي لسه نايمين. وما ظهرتش امبارح بالليل؟ ما انت عارف يا عز بيه،
يعني انا الشفت بتاعي الصبح. صحيح. طيب شكرا يا خضر. مع سلامة الله يا دكتور، هتروح وترجع بالسلامة. على فين رايحة يا ست شروق؟ ساقع عليكي النبي بقى ما تطلعي في الهوا تاني، ده احنا ما صدقنا حرارتك نزلت. مخنوقة وعايزة اشم شوية هوا. أمينة؟ أمينة؟ يا ست شروق خير؟ بقول لك إيه؟ مش ملاحظة إن دكتور عز جارنا ما ظهرش من إمبارح؟ تصدقي عندك حق يا ست شروق، مش سامعين له لا حس ولا خبر، يمكن يكون بايت بره ولا حاجة، ولا أسألك رمضان؟ إيه العبط ده؟ سألي بتاع إيه؟ أنا كنت بقول يعني إن ممكن يكون مشي من الفيلا وارتحنا منها، فكنت بفكر يعني إني أأجرها أو حتى اشتريها، مش عايزة حد يجي يقعد جنبي ويزعجني. ماشي يا ست شروق على راحتك. طب بقول لك إيه؟ خير؟ اسأليه. أهو برضه علشان يعني لو اتأكدنا إنه مشي ألحق أشوف موضوع الفيلا ده. حاضر يا ست شروق، ما تقلقيش، سيبي لي أنا الموضوع ده، محدش هيفهم أي حاجة، هسأله بطريقتي. أنتِ مالك مبتسمة كده ليه وأنتِ بتتكلمي؟ خلاص ما تسأليهوش. طب سيبيني والله هسأله، هكشف في وشه وأكشرله. بس نشوف يمكن الموضوع ده بجد مشي وحضرتك تشتري الفيلا زي ما بتقولي. اسأله. كل اللي قالهولك ان هو سافر، ما قالكيش سافر فين، راجع امتى، ايه المتخلف ده يا ست شروق؟ وهو ايش عرفه هو كمان؟ كل اللي قالهوله خضر وهو بيسلمه ان دكتور عز سافر. تحبي لما يجي خضر الصبح اسالهولك؟ لا 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 طبعا، ما هو مش منظر برضه. ولا اقولك اسالي، ما اعرفش بقى، انا عن نفسي مش فارق معايا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا خالد. طب خد المفاتيح ودخل الشنطة. حاضر.
صباح الخير. انت كنت فين؟ جالي معاك في اسكندرية مفاجئ كده مع المحافظ فاضطريت اسافر، بس بصراحة انا مش مصدق انك قاعدة معايا دلوقتي. اعيد الجملة دي مرة كمان وهتلاقي نفسك قاعد لوحدك. انا لسه بسأل نفسي انا بعمل ايه هنا. لا لا خلاص ابوس ايدك، انا ما صدقت. يا سلام، للدرجة دي؟ عشان ايه كل ده؟ بصي انا قابلت ناس كتير جدا فوق ما عليك تتخيلي، بس انت اغرب واحدة انا قابلتها في حياتي. دايما مش متوقع رد فعلك يبقى شكله عامل ازاي. كل ده عشان قلت لك تعالى ننزل؟ وهي دي حاجة كنت ممكن أتوقعها منك برضو، منك أنت تحديدا. هو أنت فكرك يعني أن أنت لوحدك كنت عايز تتعرف عليا وأنا مش عايزة؟ آه طب أنا زيك بالظبط، مصرة برضو تفاجئيني. أول ما شفتك حسيت بإحساس غريب قوي وحاولت أن أنا أبعد، خاصة لما عرفت أنت مين. فاكر اليوم اللي كنت بتبص عليا فيه وانا بلعب اوسكار لما بعتلك خضر؟ اه فاكر. اهو اليوم ده بالذات انا كنت قاعده بفكر فيك، بسال نفسي طول الوقت يا ترى انت مين وبتعمل ايه هنا وليه انت كمان عايش لوحدك. واول ما لقيتك بتبص عليا توترت قوي وخفت. مش متصدق الكلام اللي بسمعه ده. طب لو ده احساسك من ناحيتي فعلا، ليه خفتي؟ ليه كنت بتبعدي عني؟ علشان ما تسألنيش أسئلة زي اللي بتسألها لي دلوقتي. بص يا شروق، أنت كنت حاجة غامضة أوي بالنسبة لي، ودي حاجة أنا كنت قادر أتعامل معاها، بس قبل ما يبقى في بينا صباح الخير ولا صباح النور. إنما اللي أنت بتقوليه دلوقتي ده صعب جدا. عز، أنا مش عايزة أندم إن أنا سمحت لنفسي إني أقرب منك. من فضلك ما تسألنيش أي حاجة، وانا لو عايزه اقول لك اي حاجه انا هقولها لك لوحدي. وبعدين هو انت مش بتؤمن بالحريه والخصوصيه والكلام الكبير اللي بتقوله ده، ولا ده بقى رغي تلفزيون؟ لا طبعا مؤمن بيه، مؤمن بيه جدا كمان، بس انا بني ادم سقف طموحاتي ما بشوفوش. وزي ما عندي طموحات في حياتي العمليه عندي احلام برضو في حياتي الشخصيه. انا ما بقتش صغير. قصدك تقول ان انا ليه علاقه باحلامك دي؟ اه طبعا. طب بص بقى، مش عارفه اقول لك ايه، بس انت مينفعش تفكر فيا بالطريقه دي خالص. انا اقصى حاجه ممكن اكون صديقه ليك تحكي لها تاخد رايها، مش اكتر من كده يا عز. انا لا ينفع اخش في علاقه ولا اتجوز ولا حتى بحلم ان انا اخلف. بس اللي انت بتقوليه ده مش طبيعي، انت ليه بتفكري كده؟ لو سمحت يا عز ما تسألنيش. لا هسأل. واحدة زيك وفي سنك ليه ما تبقاش متجوزة؟ أنا فهمت إن أنت كنت متجوزة قبل كده، معرفش إذا كنت أنا فهمت صح ولا غلط. عز لو سمحت أنا عايزة أروح. أنت معاكي رقم تليفوني صح؟ أه. طيب ممكن تكلميني أو تبعتي لي على الواتساب وأنت في العربية؟ ماشي. باي باي. باي باي. تصبح على خير. مين دول؟ دول المجموعة اللي بتأسس معايا الحزب. ويا ترى البنت اللي انت بوستها في راسها دي بتأسس معاك حزب خاص بيك وبيها؟ مش هي دي المذيعة برضو؟ ايه ده؟ انت بتغيري ولا ايه؟ لا طبعاً، أنا بسأل عادي على فكرة. ممكن تجاوب وتقول لي إيه موضوعها؟ افتكري إنه صح يعني إن أنت تدي نفسك الحق إن أنت تسأليني أي سؤال وأنا أبقى لازم أجاوب، لكن ماليش الحق إن أنا أسأل ولا سؤال حتى. أنا آسفة، وآسفة إن أنا كلمتك أصلاً. طب استني بس، مجنونة. عز بيه في حاجة؟ مالكش دعوة. ايه الهبل والعبط اللي انا فيه ده؟
وانا مالي، خليك في حالك يا رمضان. انت اتجننت؟ انت اللي مجنونه. ايوه مجنونه، عايز ايه بقى من واحده مجنونه؟ انا عايز اعرف ايه حكايتك بقى؟ انت مين؟ وليه عايشه لوحدك؟ ما تخرجيش، محدش بيجي لك. وايه قصه الكابوس اللي بيجي لك كل يوم ده؟ وليه عايزاني وفي نفس الوقت بتبعدي عني؟ انا عايز افهم كل حاجه. صباح الفل يا دكتور. دكتور عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف كل حاجة، مثلا قصة الحلم اللي انت تصحي منه كل يوم بصرخة، ده سبب أنا ممكن أحكي لك، بس يا ترى تستحمل اللي أنا هحكيه لك؟ ما أعتقدش هيبقى في حاجة بيننا بعد كده. مش ممكن بقى يحصل مهما قلتي اللي أنت عايزة تقولي لي. المهم احكي لي بقى، بتحلمي ليه؟ علشان أقول لك أنا بحلم بإيه لازم أحكي لك القصة من أولها. مساء الخير. في البداية أحب أقول طبعاً إن أنا سعيد جداً إن أنا موجود معاكم النهاردة لأول مرة. إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. فكرة حزب حريتنا دي فكرة كانت بتراودني من أيام ثانوي. حتى الاسم اخترته في نفس الوقت تقريباً. الحقيقة يا جماعة أنا عندي حلم نفسي أحققه. ونفسي أنتوا كمان تحققوه معايا. بس عشان الحلم ده يتحقق لازم مجهود وإخلاص وأمانة منكم.
انا شايف وشوشكم وعينيكم حماس، الحماس ده مديني بوزيتيف انرجي، انا فعلا محتاجه دلوقتي. المهم خلينا نبدا كده بس نتعرف بعض الاول. انا اسمي كريم محمد وجدي، 24 سنه، خريج اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره، بس لسه ما بشتغلش. اهلا وسهلا بيك. انا اماني محمد يوسف، 25 سنه، بكالوريوس تجاره، وعلى فكره عندي نفس الحلم بتاعك. اتشرفت. لازم احكي لك القصه من اولها. انا ابويا وامي ماتوا وانا عندي 12 سنه، بعدها عشت مع جدتي وماتت وانا عندي 23 سنه. اشتغلت بعد كده موديل اعلانات، وبعد 3 سنين تقريبا اتقبض عليا قضية دعارة. مين اللي لفقها لك؟ كملي يا شروق. مفهوم الناس ان الليبرالية هي التسامح والتساهل مع الاخطاء، وده مش حقيقي. الليبرالية كفكر بتدي فرصة للمخطئ ان هو يراجع نفسه ويعيد حساباته ويبقى بني ادم صالح وعضو فعال في المجتمع. تعالى يا جماعه، احنا محتاجين فرصه عشان نحب بعض اكتر من كده شويه. دخلت السجن 3 سنين، وبعد ما خرجت قررت ان ابتدي حياه جديده، او كنت فاكره اني هبدا حياه جديده، بس ده كان مستحيل، لان الناس فضلت تبص لي بنفس الصوره اللي كنت عليها قبل ما ادخل السجن، مع اني تبت ربنا وعرفت غلطتي وتعاقدت عليها كمان، بس الناس فضلت تعاقدني عليها لحد النهاردة. كل ما حد بيشوفني أو بيعرفني بيفتكرش غير إن أنا شروق اللي اتمسكت في قضية دعارة. الناس ما بتنساش عايزها. بعد كذا سنة اتجوزت واحد عربي ما كانش يعرف أي حاجة عن الموضوع ده، وقدم لي الفيلا دي مهر كتبها باسمي. كنت ناوية بعد فترة إن أنا أقول له نروح نعيش في بلده ونبعد عن هنا، بس أنا ملحقتش. أنا ملحقتش لأن هو مات. مات جنبي، زهيت عليه وهو بيطلع في الروح، وهو ده سبب الكابوس اللي بيجي لي كل يوم. حضرتك معايا يا دكتور؟ يا دكتور؟ دكتور؟ طبعا معاكي، اتفضلي. انا خالي دخل السجن في قضيه فساد مالي، قضى المده بتاعته وخرج. هو المفروض بقى الحقيقه توقف لغايه كده، ولا المفروض ان احنا نديله فرصه تانيه؟ دايما قضايا الشرف بيبقى فيها مشكله. طب احنا بنعاقبهم ليه اصلا طالما احنا مش هنسامحهم ولا هنتعامل معاهم؟ هما مش بيقولوا ان السجن تهذيب واصلاح؟ تمام، بس برضه الناس معذورة انها ما تبقاش متحمسة ليه قوي، يعني غصب عنهم برضه. اسمح لي علي، انا مختلف معاك. الانسان ما اتخلقش ملاك، وكلنا بنغلط. وطالما المجتمع وضع صيغة عقاب للمخطئ، لازم بعد ما يتعاقب ياخد فرصة تانية، فرصة حقيقية. انا بتعاقب كل يوم، وانا واثقة ومتأكدة ان حتى انت دكتور عز الليبرالي اللي عشت معظم حياتك بره مصر، مش هتقدر تثق ولا تتعامل مع واحدة ليها ظروف زي ظروفي. تنكر ده؟ عمري ما تصورت ان انا اتحط في موقف زي ده. ما انكرش اني مصدوم، لكن متأكد ان قناعاتي اللي طول عمري مؤمن بيها هي اللي هتنتصر في النهاية. انت تستحقي فرصة تانية، فرصة حقيقية. كلامك مظبوط، من حقه ياخد فرصة تانية، بس برضو المسألة مش مفتوحة على البحر. يعني الليبرالية في النهاية ملتزمة بأعراف وتقاليد وقوانين كل مجتمع هي اتواجدت فيه، حتى ده كلامك اللي انت دايما بتقوله وبتكرره. اللي عايز اقوله يا جماعة انه مش معنى ان الانسان يتوب عن خطأ هو ارتكبه قبل كده يصبح الخطأ اللي ارتكبه ده اكنه ما حصلش، هو والعدم سواء. ما ينفعش، لازم يتحمل تبعيات الخطأ ده. يعني تهيألي الحكاية ليها سقف برضه. سقف ايه؟ حرية الإنسان هي حرية الإنسان من غير ما تأذي أي حد،
وزي ما اي بني ادم في الدنيا بيقرر بمنتهى الحريه ان هو يغلط وانت بتيجي كمجتمع تحاسبه وتعاقبه، يبقى برضه لما يقرر بمنتهى الحريه ان هو يتوب عليك برضه كمجتمع انك تقف جنبه وتسنده وتديله فرصه. انت بيتهيألك لان انت عندك احلام وطموحات، ما انتش عايش في الواقع زينا. حتى لو انت عندك القدره انك تغفر وتسامح، الناس مش هيسمحوا لك. عارف اكتر حاجه تعبني ايه؟ ان انا كنت اتعودت اعيش لوحدي. ظهورك في حياتي كان اسوء حاجه تحصل لي من كذا سنه، لاني عارفه ومتاكده هتنتهي عليا. انا تعبانه وعايزه انام، وانا واثقه ومتاكده ان انت كمان بتدور على حاجه تروح بيها عشان ما يبقاش فيها حبيبك. اديله فرصة. ما بترديش على تليفونك ليه؟ كنت نايمة. كنت نايمة؟ ماشي. ولو اني مش مصدقك. ايه مش مصدقك دي؟ مش مصدقك طبعا. ان وانا بكلمك على التليفون شايف خيالاتك في البيت رايحة جاية وما بترديش. المهم يعني عايزك تطلعي بقى تلبسي قدامك نص ساعة عشان هننزل. ما بحبش الطريقة دي على فكرة. طريقة ايه؟ الأوامر. اطلعي البسي. قدامك نص ساعة. انت من امتى بتكلمني بالطريقة دي اصلا؟ ولا انا عشان خلاص حكيت لك تاريخي الاسود وتعريت قدامك، فأي حاجة الدكتور عز يقولها لازم انفذ الاوامر. ما انا المفروض ما بقاش مصدقة نفسي من السعادة ان واحد زي حضرتك بس الواحدة زي، مش كده؟ مش هو ده اللي انت بتفكر فيه؟ لا يا دكتور، انا عمري ما هسمح لاي حد يهني او يدوس عليا او حتى يستغل نقطة ضعفي. وعمري كمان اهدي بس شوية. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ تبال على الراديو ولا كمان؟ ايه طريقه التفكير الغريبه دي؟ انا ما قصدتش خالص اللي انت بتقوليه ده كله. كل الحكايه بس ان انا قصدت ان ما اديكيش فرصه ان انت تعترضي على نزولنا سوا، لاني بجد مصر ان انت تنزلي معايا. بص يا شروق، انا قررت ان انا ابقى جنبك علشان انا فعلا بحبك وبحبك بجد. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ طبعا متاكد. يلا بقى اطلعي البسي وعلى الأقل من معنك يا سيدي. ماشي.
هزار. ماشي. بيعملوا حلو قوي هنا. طيب. بقول لك ايه، انا قلت لعلي كمان يجي علشان يتعرف عليكي. علي؟ علي مين؟ علي ده يا ستي اقرب صاحب ليا. اخويا. لازم تعرفوا على بعض. انت ازاي تعمل حاجه زي كده من غير ما تقولي؟ انا مش عايز اشوف حد. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ خلاص بقى، انت لازم تنفتح عن الدنيا وتشوفي ناس وناس تشوفك كده يعني. المكان ده سخيف قوي. بالعكس، ده شيك جدا، انا بحبه قوي. بس انا حاسه ان الناس كلها بتبص علينا. طب ما ده طبيعي بقى، انا بطلع في التلفزيون كتير وعندي فيديوهات على السوشيال ميديا. كمان الاهم من ده كله ان قاعد جنبي ست زي القمر. ايه ده علي؟ علي مساء الخير. مساء الخير. ايه يا عم اتأخرت ليا؟ غصب عني والله. مساء الخير. شروق علي؟ ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت ايه الأخبار؟ كويس الحمد لله. تمام كويس. أخبارك يا شروق؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. دكتور عبد الفتاح كلمته لما رجعت ولا نسيت؟ ايه يا ابني، انت مش كلمتني على التليفون وقلت لك اه؟ يا اخي انا اللي نسيت والله، معلش. انا النهارده مرهق جدا وما نمتش بقى من امبارح في الشارع من الصبح. انا حتى ما كنتش ناوي اجي يعني، بس قلت ما صحش، قلت لازم اجي واعتذر ان انا مش هقدر اطول. قلت بالمره اتعرف على شروق. معلش انا هسيبكم كملوا سهرتكم ونعوضها مره تانيه. انت لحقت تقعد؟ معلش عايز تعبان بجد والله، مرهق قوي. يلا طيب خلاص نعوضها تاني. يلا الله. فرصة سعيد. انا اسف. عارفني مش كده؟ عادي يعني. انتي متعرفهوش شخصيا؟ لا طبعا، دي اول مره بشوفه. تمام. انت تعرف يعني؟ اعرف ازاي يعني؟ هي مين؟ كانت بتشتغل ايه؟ حياتها قبل ما تعرفك؟ تعرف ايه عن كل ده؟ اعرف عنها كل حاجه، كل حاجه. ما اعتقدش. للاسف يا عز انت ما تعرفش حاجه خالص. هو انت عارف انا اعرف ايه؟ مجرد ان انت مقرر تتجوزها او حتى بتفكر، ده معناه انك ما تعرفش حاجه خالص. بس عز انت بالنسبة لي أكتر من أخ، وربنا وحده بس هو العالم. أنا قد إيه بتمنى لك النجاح وإن أشوفك مكسر الدنيا، لأن فعلا أنت تستحق. يا أخي الموضوع صعب بالنسبة لي أوي، مش عارف أبتدي إزاي. أنا أقول لك تبتدي إزاي. تبتدي إنك تبقى متأكد تماما إن أنا مش هتخلى عن شروق علشان أخطاء عملتها وتعاقبت عليها وتابت عنها. يعني أنت عارف إنها كانت مسجونة؟ اه فاضيه دعارة. يبقى اكيد ضحكت عليك، اكيد فهمتك انها كانت متلفقه. انا مستعد اثبت لك واقعدك مع وكيل النيابه. لا يا علي لا، هي قالت لي ان هي ما كانتش متلفقه. يا ما شاء الله، يعني انت عارف انها ممسوكه دعاره وبرضه هتكمل؟ اه وهكمل. وانا اللي جاي فاهم ان انا هصدمك صدمه عمرك، عمال اوضب في الكلام واشوف هقول لك ايه. ما ينفعش طبعا يا اسف. كل قناعاتي بتاكد لي ان انا ما اقدرش اتخلى عن شروق. شوف يا اسف، احنا الليبراليين اه بنؤمن بالتسامح والحريات والافكار العظيمه دي كلها، بس في حاجات ما تنفعش.
الدنيا ما دقتش يا عز. انت ناسي لما جيت مصر اول حاجه قلتها لي ايه؟ قلت لي انك عايز تبقى رئيس جمهوريه. طب بذمتك دي تنفع تبقى السيده الاولى؟ علي الراحه شويه، انا بكلمك عن واحده بحبها وعايز اتجوزها. اسمع يا عز، شروق دي طب اصلا بقى ما اسمهاش شروق، اسمها هدي، معروفه قوي. تفاصيل قضيتها انا فاكرها كلها كانها كانت امبارح، لانها كانت قضيه مشهوره جدا كل الناس عارفاها. شروق دي كانت اهم موديل في مصر، فيديو كليبس واعلانات ومجلات، يعني معروفه جدا مشهوره جدا. وقت تفتكر ان الموضوع كان بسيط ومحدش دريان بيه، عمرك ما سالت نفسك هي ليه هربانه مش عايزه تقابل حد ولا تشوف حد، مش قادره تواجه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. افتح الانترنت اكتب كده في جوجل كده، قول هدي قضيه الدعاره او قضيه الاداب، شوف هيطلع لك ايه. لازم تعرف انك انت لو ما بعدتش عنها تبقى بتدمر نفسك عز. بس حقها على المجتمع انه يسامحها ويقف جنبها ما دام اتعاقبت وتابت. كمان المفروض نديها فرصه كده، نبقى بنفتح باب امل جديد لاي حد بيغلط وبيقرر ان هو يتوب، نقول له ان المجتمع هيتقبلك. حبيبي الكلام ده تقوله في السويد مش هنا. انت عارف انت لو اتجوزتها المجتمع ده هيقول عنك ايه؟ خلاص يا علي خلاص، بس انا مش هقدر اناقض نفسي وامشي عكس قلبي وعقلي. انا المفروض يعني انت أنا... انت ايه يا اخي؟ انت اصلا ازاي تفكر في واحد زي دي؟ عمرك ما اتجوزت عز، اول مره تتجوز، اول ما تتجوز تتجوز دي. انت حر خلاص ماشي، انت قررت انك تقف جنبها وشايف انه ان هي بقت انسانه شريفه ومحترمه وزي الفل، انت حر تتجوزها. بس ما فكرتش بقى في اولادك اللي انت هتجيبهم منها؟ ما فكرتش دول ذنبهم ايه عشان خاطر يبقى ليهم ام عندها ماضي زي ده؟ بس انا وعدتها ان انا هقف جنبها واساندها وهتجوزها. قلت لها انك هتتجوزها؟ ما صدقتنيش. طبعا لازم ما تصدقكش عشان هي فاهمه، عشان هي انسانه بتفكر. اسمع يا عز، مصر كلها ملهاش كلام على حد اليومين دول الا انت. يا اخي انت دخلت دخله حلوه قوي، بلاش تبوظها عشان حد في رايي انا ما يستاهلش. بس انا افكاري ومبادئي كلها. يا اخي ملعون ابو قناعاتك على افكارك بقى. ليبرالي على عيني وراسي، ما قلناش حاجه. بس في الاول والاخر احنا شرقيين. مالك؟ قبض عليا في قضية الدعارة، وبعد ما خرجت قررت ان ابتدي حياتي. دايما قضايا الشرف بيبقى فيها مشكلة. هو انت فكرك يعني ان انت لوحدك كنت عايز تتعرف عليا وانا مش عايزة؟ اه طبعا،
أنا زيك بالظبط. ظهورك في حياتي كان أسوأ حاجة تحصل لي من كذا سنة، لأني عارفة ومتأكدة هتنتهي على إيه. عايز تبقى وزير ولا رئيس جمهورية مثلا؟ أنت عارف أنت لو اتجوزتها المجتمع ده هيقول عنك إيه؟ حتى لو انت عندك القدرة انك تغفر وتسامح، الناس مش هيسمحوا لك. بص يا عز، انا بثق فيك جدا وبثق في ذكائك كمان. انا متاكد ان وقت الجد هتاخد القرار الصح. شروق انت لسه ما نمتيش؟ ما حدش يدعي عليا، عايزه من وحدي، عايزه من وحدي. you
اتفضلي يا شروق. انت بتعمل كده ليه؟ جاوبني وقول لي انت بتعمل كده ليه؟ انا في مشكله. مشكله مش لاقي لها حل يا شروق. الا بالمناسبه هو ده اسمك الحقيقي؟ ايوه، واسم الشهره كان هيدي. ما قلتليش ليه؟ هيفرق ايه كان بكل اللي حكيته لك؟ هو انت كنت مشهوره قوي كده؟ ده اهلي قال لك عني ايه بالظبط؟ ردي على سؤالي، كنت مشهوره قوي كده؟ شويه ده كتير. هو ده السبب اللي خلاك تغير رايك وتبعد عني؟ انا ما خدتش قرار وما قلتش على حاجه. ما انت مش محتاج تقول، كل تصرفاتك بتثبت ده من امبارح. واضح ان علي اثر عليك. مش حكايه اثر عليا، بس كل اللي سمعته، كل المعلومات اللي عرفتها جرحتني جدا. صاحبك ما بيحبكش على فكره، لان هو لو كان بيحبك كان واقف جنبك، ما كانش كرهك فيها وقومك عليا، وهو عارف ان انت بتحبني. علي من اقرب واخلص الناس ليه، وهو خايف عليا. خلاص، لو هو من اقرب الناس ليك وخايف عليك اسمع كلامه. المشكله ان انا معروف، مش عارف اتصرف في الموضوع ده. كمان انت عارفه المجتمع بتاعنا ما بيقبلش. خلاص تعالى نسافر ونبعد عن هنا. مش انت عشت معظم حياتك بره مصر؟ تعالى نبعد عن الناس كلها. مش انت بتحبني يا عز؟ طبعا بحبك. خلاص يبقى نسافر ونبعد. نسافر؟ انا طول عمري مسافر. كنت بحلم باليوم اللي اجي في مصر، واديني وجيت اهو بعد ما اجي امشي كده بمنتهى السهوله. وكمان انا عندي خطط كتير قوي في الفتره الجايه دي. طب خلاص تعالى نتجوز في السر. طالما وجودي في حياتك بشكل طبيعي هيسبب لك اي مشاكل، مش لازم الناس تعرف، ما احنا كده كده واخدين بيتين جنب بعض. قلت ايه؟ مش عامل الكلام اللي انت بتقوليه ده يا شفوق. مفيش حاجه بتستخبى. هو أنا ليه حاسة إن أنا فرضت نفسي عليك؟ هو في إيه اللي حصل؟ من إمبارح وأنت واحد تاني، قافل موبايلك وما بتردش عليا، وأنا عمالة أقدم في تنازلات وبدور على حلول، وأنت قاعد بتهرب مني. هي الآية اتقلبت ولا إيه؟ مش حقيقي الكلام اللي أنت بتقوليه ده. كل الحكاية بس بحاول افكر معاكي بصوت عالي، كمان بحاول الاقي حل يحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت ما ادمرش مستقبلي السياسي في مصر. انت مش هتقدر تاخد كل حاجه. مش هتقدر تاخد كل حاجه يا عز. صح؟ صح. وانت هتختار مين؟ معرفش يا شروق، معرفش. متعرفش؟ يعني أنا حكيت لك علشان تبعد، وأنت اللي أصريت تبقى معايا، خلتني أحبك وأتعلق بيك أكتر. كان لازمته إيه؟ بيخليني يبقى عندي أمل تاني في الحياة وأرجع أحبها تاني. أنا كرهت نفسي مرة مش عارف أكرهها دي. Thank you.
وضع سلوك حكام للمخطئ لازم بعد ما يتعاقب ياخد فرصه كذب فرصه حقيقيه. حريه الانسان هي حريه هي سامه من غير ما تاذي اي حد، ده مش حريه. وزي ما اي بني ادم في الدنيا بيقرر بمنتهى الحريه ان هو يغلط وانت بتيجي كمجتمع تحاسبه وتعاقبه، يبقى برضه لما يقرر بمنتهى الحريه ان هو يتوب عليك برضه كمجتمع انك تقف جنبه وتسنده، دي له فرصه. بس بصراحه انا مش مصدق انك قاعده معايا دلوقتي. اعيد الجمله دي مره كمان هتلاقي نفسك قاعد لوحدك. انا لسه بسال نفسي انا بعمل ايه هنا، بس يا ترى تستحمل اللي انا هحكيه لك؟ اول ما شفتك حسيت باحساس غريب قوي، كل ما حد بيشوفني او بيعرفني بيفتكرش غير ان انا شروق مثلا في قضيه. السياسي لازم يمشي كده، ولو وقع ما تنساش يا عز، محدش بيسمع. انت مش هتقدر تاخد كل حاجه. بس يا شوف انا قررت ان انا ابقى كده. مش هتقدر تاخد كل حاجه. انا مش عايزه اقول لك، انا سامحك بس ما فكرتش بقى في ولادك اللي انت هتجيبها منها. انا متاكد ان وقت الجد هتاخد القرار. بس انت هتعرف مش خالص، وانا واثقه ومتاكده ان حتى انت دكتور عز الليبرالي عمرك ما هتقدر تثق او تتعامل مع واحده كان ليها ظروف زي ظروفي. تنكر ده دكتور؟ متاكد ان قناعاتي اللي طول عمري مؤمن بيها هي اللي هتنتصر في النهايه. يا رمضان ست شو انت حبيبي؟ Thank you.